بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم على إذاعتكم المحبوبة من غاديو. مرحبا بكم على برنامجكم نصيحة أمل. اليوم غنتكلموا على موضوع ساعة، على حدث أدمى القلوب وأحزن النفوس، حدث صراحة تمنيت أنني ما نكونش عايشة باش نسمعه، اللي هو في الحقيقة من الأحداث اللي ولات متتالية، حدث الاعتداء على أستاذ، على أستاذة، حدث الاعتداء على معلمي الناس الخير، على الرسل، رسل العلم، رسل المعرفة، رسل التربية، رسل النور. للأسف ومن شكون؟ من المستفيدين من هذا النور ومن هذا الثقافة ومن هذا العلم. من طرف تلاميذ استفدوا من مجموعة من العطاءات ديال هذا الأستاذ اللي تيبذل قصارى جهده باش أنه يعلم واحد الجيل ويخرج لنا واحد الجيل اللي كله متنور تربويا وفكريا. وهذا الأستاذ هذا اللي تيعطي من صحته، تيعطي من أنفاسه، كيعطي من جهده الكامل باش أننا احنا نستفدوا كمجتمع. لكن للأسف المنظومة التعليمية يعني هي منظومة قاصرة غير كاملة. المنظومة التعليمية فيها طرفين ما قايمين شيء بالواجب ديالهم. الجانب الأسري المربي اللي هو الأصل، هذا الأول، والثاني هي الجهة المسؤولة تسييرا وتدبيرا. هذه المنظومة عندنا فيها خلل، وفيها خلل كبير نعترفوا به، لأنه ما يمكنش نتكلموا على علاج إلا ما اعترفناش بالخلل. لكن هذا الاعتراف كيفاش يكون؟ ماشي اعتراف نربعوا يدينا فقط، هذا الاعتراف يكون فاعل، هذا الاعتراف من خلال أن التدبير يكون شمولي. ما يمكنش نتكلموا على وزارة اللي غادي تعالج لنا هذا الأمر بمنأى الوزارات الأخرى، ما يمكنش نتكلموا على علاج لهذه الحالات الشادة. نعم نقول شادة وإن شاء الله تعالى تكون شادة، لكن هي حاصلة وواقعة، ما يمكنش أن نخليوها الداء هذا السرطان يستفحل. فإذا لازم يكون واحد العلاج شمولي اللي كيشاركوا فيه جميع الأطراف. إحنا في القرن 21 وما زال عندنا مساطر تربوية اللي هي قاصرة في المنظومة التربوية، ما كنجتهدوش في المساطر التربوية للأسف. فمثلا عندنا عقوبات زجرية تربوية في المؤسسة التعليمية، أنا كنعتبرها قاصرة، مجلس تأديبي أو لا غيره أو لا كذا، هذا أقصى شيء بالنسبة للأستاذ وبالنسبة للمدير وبالنسبة للمسير هذه المؤسسة التعليمية باش أنه يقدر يقوم بها لأجل أنه يتفادى مجموعة من المشاكل أو لا كيكون علاج زجري. إذن هنا لازم لينا واحد آليات مسننة مقننة. هذا العلاج غيكون من طرف سن الوزارة المعنية لقوانين تربوية اللي يكونوا مشتركين فيها واحد الفاعلين، فاعلين تربويين وفاعلين نفسيين. عندنا ولله الحمد مختصين في الجانب ديال العلوم التربوية ومختصين في الجانب ديال العلوم النفسية. علاش ما نديروا شيء واحد نوع من استشارات نفسية على مستوى المؤسسات التعليمية؟ كاينين مستشارين نفسيين لله الحمد كثار وكبار، خاص غير ندمجوهم في هذا القطاع. يعني مجرد مثلا ما تبان لنا واحد البوادر ديال سلوكات غير محمودة من طرف بعض التلاميذ، غير محمودة من طرف بعض المستفيدين، فإذا هنا تيدل لنا الأمر على أنه كاين قد تكون هناك اضطرابات نفسية، قد تكون هناك كذلك اضطرابات تربوية من طرف الأسرة ديالو، مشاكل. إذا هذا التلميذ هذا لازم أننا نتقربوا ليه قبل ما يكون واحد الآلة اللي هي كتضر نفسه وكتضر المجتمع وكتضر أقرب الناس ليه اللي هما الأستاذ والأساتذة للأسف. فإذا هنا بطبيعة الحال الإدارة التربوية ديال المؤسسة شنو خصنا نديروا معها؟ خصها يكون عندها واحد الآلية لربط الاتصال المباشر مع وزارة الصحة. بمعنى ماشي كنتكلموا على حدث اللي مثلا توقع للتلميذ طاح جراح كذا سخاف هنا كذا كيتصلوا بالهذا بالمعني في وزارة الصحة اجي وديروا هذا في الامبيلونس، لا كنتكلم على انه يكون واحد الربط مع مختصين، ربط ديال مصالح
في وزارة الصحة اللي بمجرد ما يبان شي سلوك غير حميد في بعض التلاميذ أنه نعطيوه موعد مباشرة عند الأخصائي النفسي. هذا ما قدرناش أن نوفروا في كل مؤسسة أو لمجموعة المؤسسات مستشارين نفسيين باش نتفادوا المشاكل. إذا ربط ثم الاتصال بالأبوين، اتصلوا بالأبوين خبرهم بأنهم ولزموهم لازم يعطيونا الكونت روندو بأنهم راهم مشاو وعرضوا الابن ديالهم على هذا المختص النفسي وتمت المتابعة وتم العلاج وتم كذا وتم كذا. لأنه للأسف تبقى الأستاذ المسكين وتتبقى الإدارة التربوية اللي هي صغيرة، هذاك المدير واللي كيشتغلوا معاه في التحدي وفي معاناة لا تنتهي، تحدي ومعاناة لا تنتهي. وفي الأخير كنطلبوا واحد المردودية، ما يمكن شيء أننا نتعاملوا بمساطير تربوية اللي هي كانت قديمة ونبقاو غير كنفعلوها، هي كنفعلوها، ما كاينش اجتهادات. لازم ما تكون اجتهادات تربوية نفسية لأنه تنعيشوا في عصر اللي هو مختلف على العصور السابقة. غادي نتكلم إن شاء الله تعالى كذلك على مجموعة الأمور اللي هي كتعنى بالتربية ديال الأبناء في هذا الجانب هذا. لأنه للأسف لما كتلقى بطبيعة الحال تلميذ بنوع معين من سلوكات الشادة والسلوكات اللي هي غير مقبولة، هنا بطبيعة الحال تنقولوا بأنه الأبوين رهما ما قيمين شيء بالواجب التربوي ديالهم، ما قيمين شيء بالجانب التربوي ديالهم، من خلال هما بنفسهم خصهم واحد تأهيل تربوي. إذا نتحركوا، الله يجازيكم بخير، الله يكرمكم كمسؤولين كتربويين كمجتهدين في هذا المجال هذا كأخصائيين نفسيين، نحاولوا ما أمكن أن نفعله ونضيفوا إضافات نوعية ماشي من أجل الإضافة، وإنما إضافات اللي هي تكون عندها القوة ديالها في العمق، يكون عندها واحد دراسة شمولية فيها مشاركة ديال وزارة الصحة، وزارة الأسرة والتضامن، وزارة التربية والتعليم، وغيرها من الوزارات، ووزارة حتى ديال يعني الأمن والداخلية، كل شيء يكون في تضافر لأجل أننا نتفادوا هذه المشاكل. ما نبقاوش ننتظروا حتى توقع عادة باش نبقاو نقلبوا لها على مقاربة أمنية. احنا بغينا مقاربة نفسية تربوية اللي فيها علاج لهذه المسائل هذه، ما نبقاوش نشوفوا بحال هذه الأحداث. ما بغيناش نبقاو نشوف، هي غريبة علينا، غريبة على مجتمعنا، غريبة على تربيتنا، غريبة علينا كمغاربة اللي احنا معروفين بالأدب وبالاحترام ديال الأساتذة واحترام الأستاذ اللي كنحترمه أكثر من الأب، ما كناش كنقدروا نهزوا عينينا في الأستاذ. فلكن للأسف لما كتلقى أن هاد التلميذ يشحن في بيته في البيت بطرف أنه كيسمع الأم والأب هذاك الأستاذ غنديروا له غنفعلوا له غنتركوا له ظلمك فعلك تركلك، ما كيشوفوش أن شنو هاد التلميذ دار، شنو هي الأمور. إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن شاء الله تعالى غادي نستفيد بإذن الله في وضع مجموعة من الحلول، مجموعة من الحلول. ما يمكنش نبقاو غير نتكلموا على حدث أو لأننا نديروا إضراب أو لكذا أو لكذا، هذا غير كافي، أو لتكون واحد مقاربة اللي هي مؤقتة. لا، خصنا حلول اللي هي تكون واقعية، حلول جذرية، حلول اللي باش نتفادوا إن شاء الله تعالى وترجع المنظومة، بل تكون ترجع أحسن مما كانت، وعندنا القدرة بإذن الله. معنا أول مكالمة، سي عبد الغني من مراكش. ألو، السلام عليكم. ألو، عليكم السلام. أهلا، مرحبا سيدي، أهلا وسهلا. الحمد لله، بارك الله فيك. شكرا، الحمد لله، مرحبا، تفضل سيدي. تنكتب مع الموضوع اللي كتطرق له هذا هو الأول. الله يبارك فيك سيدي، هذا واجب. نظن هذا الموضوع ديال العنف يعني، نعم، نظن في المجتمع العموم. أنا بالنسبة لي شخصيا الإسلام يعني سواء ورا ما هو بالنسبة لي ما هو لتجميع ديال المجتمع ديالنا، أكيد ديال المجتمع ديالنا. يعني السلوكات اللي كنشوفوا هاد الأمور كتعرف أنت أكثر مني، كتبان لي أنا هي فقط هي منبه أكيد الله عامة اللي كنعيشها في المجتمع. من هذا المنظومة النظافة اللي كنا قلت لك هذا. نعم نعم. بالنسبة لي قلت لك عندي مستوى معين جامعي متوسط. كنقول أنا شخصيا بالإضافة للمنظومة الدراسية القيم ديالنا تتكرر، بقات كتأكد عليها مرارا وتكرارا. نعم. تتألف قيم، حنا ضروري القيم ديالنا حاجة يعني ما غاديش تخصنا. إيه تماما. في هذه الأمور العامة وكذا. صحيح صحيح تماما سيدي، إيه تفضل. نعم، مسألة القيم، القيم لازم خصها ترجع هي مركزة عليها الوزارة ديال التربية الوطنية، مركزة على مسألة القيم، لكن خص واحد الأمور اللي هي تكون مستجدة يعني في التعامل في غرس هذه القيم، كيفاش أننا نغرسوها، هنا فين كاين الإشكال.
دابا هنا يعني كاين تحديات معاصره، اذا خصنا نعرفوا نتعاملوا معها، وخصنا مستجدات اللي نوظفوها، مستجدات في التعامل، في ربط الاتصال بين جميع الفاعلين وجميع الوزارات لاجل ان نتفادوا هذه الامور هذه. شوف بطبيعه الحال احنا ما دمنا احنا في منظومه كونيه، قبل ما تكون منظومه مدرسيه احنا في منظومه كونيه. اكيد صحيح. لا احنا منفصلين على هذا العالم، هذا اللي كيجرى ما منفصل، وبالتالي احنا يعني الخطوه ربما غتكون هو في هذا الاطار، هذا هو اللي تحت كيف نعرفوا نتأقلموا مع الاخر. إيه. مع القيم ديال الاخر. صحيح. كيفاش حنا نستقطبوا ماشي هو يستقطبنا. ربما كنقول هذا هو بيت القصيد ديال 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 الاشكال ديال العنف المدرسي ولا العنف في المجتمع. القيم ديالنا فعلا يعني في خضم هذا الشيء كاع اللي كنشوف. كاين اشكال، هو الاشكال ربما انا كنقول ماشي هو الاشكال، هو هذا حتى المنظومه الدراسيه خصها تولي كتواكب التحديات اللي كتجري في الصعيد العالمي. في جميع المجالات. جميع المجالات. سواء حنا في البحث العلمي، حنا في البحث العلمي جميع المجالات خصنا نواكبوها. إذا تمكنا حنا ندخلوا المنظومه ديالنا وتماشى المنظومه التعاملية في جميع المجالات، ربما في هذه الحالة هذه غادي نكونوا ربما كسرنا واحد الحاجز ديال مع الخطر اللي كتكون ديال الإحباطات الداخلية اللي عند التكوين، سواء التلميذ ولا الطالب ولا حتى الأستاذ بنفسه بعض الخطرات. بطبيعة الحال ماشي غير بعض الخطرات، بزاف اسيدي، نكون واقعيين. الاستقراء اللي غنديروا كاين ضغوطات ممارسه لا على التلميذ ولا على الاستاذ، هو ابن بجوجهم ابناء المجتمع. كاين ضغوطات ممارسه على الانسان ككل، فالانسان خصو يعرف كيفاش نديروا دورات تكوينيه. لماذا دورات تكوينيه للاساتذه في مجال التطوير الذاتي، في مجال التعامل مع المستجدات التربويه المعاصره، في كذلك يعني مساله اللي كتتعلق بالجانب النفسي، فهم الذات اولا، فهم الاخر، التنفيس على المشاكل اللي عنده هذاك التلميذ، هذاك الاستاذ كذلك. اذا مجموعه من 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 تكوينات اللي لازم تكون حاصله وتكون حاضره. مرحبا، اذا شكرا لك سيدي عبد الغني، كنتي معنا في هذه المداخله هذه، فكنتمنى ان شاء الله تعالى الجهود تتضافر، والحمد لله احنا ما يمكنش يعني نديروا واحد الاسبوع الاتهام ديال طرف واحد. احنا قبل ما كان نحاولوا انه ننتقدوا الاخر، تنتقدوا ذواتنا وتنحاولوا نديروا واحد التقويم لذواتنا، وكذلك واحد النوع من تصحيح لمسارنا، كل من موقعه، لكن المسؤوليه ديال الناس القرار هما اللي كتكون في يديهم القرارات يعني، وكذلك تنزيل القرارات، لكن بتعاون مع المعنيين بالامر يعني اللي هما مباشرين العمليه التربويه التعليميه. فيعني نقبلوا الاقتراحات، نحاولوا ما امكن ناخذوها بعين الاعتبار، كذلك تكون كيف ما قلت اضافات من طرف الناس المختصين واللي قراب من هذا المجال ومختصين، يعني مستشارين نفسيين وتربويين، واقتراحات الناس اللي ماشي غير مستشارين فقط، وانما عندهم نوع من الابداع، نوع من الاقتراحات اللي تكون فاعله، ما يكون شيء غير مقاربه الزجريه او للمقاربه الامنيه فقط. هذه لازم منها، ما غاديش نقولوا ما يمكن شيء انه يعاقب هذا التلميذ او لا غيره او اللي دار هذا الشيء، خص عقوبات يعني اللي تكون تربويه زجريه قيمة كبيرة. ما نقولوا شيء، لأنه الزجر مهم جدا في المجتمع، ما يمكن شيء إجرام كاين وحنا غنقولوا لا غنديروا ليه غير المقاربة النفسية. المقاربة النفسية كمعرفة أسباب، كعلاج الاضطرابات، كعلاج نفسي، هذا مهم جدا، وفي نفس الوقت واحد الأمور اللي كتكون زجرية أمنية لأجل أننا تنوقفوا. لكن الأحادية هي اللي غير مقبولة بالنسبة لي وبالنسبة لأي واحد، الإنسان اللي هو مختص في الجانب النفسي والتربوي، وكذلك يعني إنسان اللي هو عاقل وتيحاول أنه يلقى حلول لظاهرة من الظواهر أو لا لحالات نقدر نقول أنها شادة. مرحبا، نأخذ معنا مكالمة أخرى. معنا للا حكيمة من مراكش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كي دايرة دكتورة؟ الله يبارك فيك للا حكيمة، نهار كبير هذا اللي اليوم شدي خاطر. الله يكبر فيك، ربي يخليك الله حكيمه. مرحبا، لا اله الا الله، وانا كذلك، شكرا لك، الله يكرمك الله حكيمه. شي معاك تنسى الهموم وترتاح. لا اله الا الله، شكرا، الله يكبر بك اختي، الله يجعلني عند حسن ظنكم ان شاء الله. مرحبا، تفضلي لاله حكيمه. دكتوره انا مكتئبه ومريضه نفسي وما عنديش الخاطر. لا اله الا الله، علاش مالك حكيمه؟ شنو عندك؟ عندي بزاف الحوايج ما اش بيه كلشي هذا ما شاء الله وخلاص. لا اله، انا شحال عندك من عام حكيمه؟
18 عام هذه كنت عيطت عليك. اها فكريني ذكريني. علاش قلت لك راه خرجت من المدرسه وقلت لي سيت النيابه؟ اييه امدرا مشيتي ما باش يدير معايا دكتور شي حاجه. تمشي ما تلقاش داك نائب الوزير تلقاي دوك المكاتب اللي حتى تيقول لك لا حنا يعني درنا المؤخر في 2016 اللي خرجوا هما اللي تيرجعوا. وانا استاذه ما بغيتش. واخا كنت طلبت منك حكيمه كنت طلبت منك انه تخلي الرقم ديالك. نعم غنرجعك عند الله سميحه. واخا عندك شي تساؤل اخر بقاي معايا ونرجعك عند الله سميحه. خلي الرقم. مرحبا تفضلي حكيمه. الو معاك يا دكتوره. اي كنسمعك تفضلي. استاذه انا راه ما كنتش هكا مكتئبه ومعصبه وما عاجبني الحال ما عرفتش شنو السبب الاساسي. شنو السبب الاساسي اللي كيبان لك؟ السبب الاساسي هو السبب الاساسي هو هذا الشيء. ولا ما رجعت لمدرستي بيزوجوني الوالدين ديالي. انا استاذه ما بغيتش نتزوج. واخا حكيمه ممكن ديري بكالوريا حر. ديري بكالوريا حره وحاولي توجدي ليها وغادي تاخديها ان شاء الله تعالى. ديريها في بالك هادي غتمشي كتسجلي في المؤسسه وكتصيبي الوريقات ديالك وكتحضري على خاطرك. كتحضري على خاطرك يعني ممكن تاخدي سنه كاع قبل ما تسجلي تاخدي فيها البروغرام والمواد وتراجعي وتشوفي الاساتذه. وكاينين مدارس حره اللي كيديروا يعني حصص ديال الدعم وكيدرسوا المواد اللي هي كتكون مواد مدرسه لاجل الاجتياز امتحان البكالوريا. بكالوريا حر فكتحاولي ما امكن انك تدرسي ومن بعد ذلك كتجتازي الامتحان وان شاء الله تعالى بالتوفيق. اذا الباب ديما مفتوح. انا بلا سمح لي استاذ ولكن انا خارجه عين السنه الثانيه اعدادي. واخا حكيمه واخا حكيمه نرجعك للستاندار ان شاء الله وخلي الرقم ديالك ونشوفوا الامر باذن الله. مرحبا. ناخذ معنا مكالمه اخرى. مدينه الداخله لاله سلوى. سلمى عفوا. مرحبا لاله سلمى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف راسك؟ غير شويه عليك لاله سلمى. مرحبا اهلا وسهلا. كنحس بهذا الخوف في الداخل ديالي ما عرفتش. شحال عندك من عام سلمى؟ عندي 20 سنه. شنو الوضع ديالك؟ ايه ما عرفتش نحس بهذا الخوف في الداخل ديالي لدرجه انني كنخاف لدرجه انني كنبكي ما عرفتش كيوقع لي والله. شنو السبب؟ ما عرفت. شنو السبب؟ ما عرفت تقريبا كتصور لي شي حاجه في الدماغ ديالي كتقول لها انت غادي تموتي انت ما غاديش تعيشي حياتك انت يعني ما عرفتش ما عرفتش. هادي يا سلمى غير وساوس ديال الشيطان وساوس النفس. اللي شنو اللي خلاها انها تجيك؟ كتجي لجميع الناس لكن كاين اللي عنده القدره انه تيطردها لانه ما تتلقاش الوساوس البلاصه ديالها. انت عندك البلاصه موجوده. كنخاف بزاف استاذه كنخاف. مناش كتخافي بالضبط غير من هذا الامر هذا؟ يعني كنخاف من شي حاجه تقدر توقع كنخاف يعني نقدر نتفاجئ بشي حاجه كنخاف يعني بزاف. عندك قلق من المستقبل؟ نعم. عندك قلق من المستقبل وتخوف؟ نعم بحال هكا. واخا واخا علاش انت عايشه في المستقبل سلمى؟ علاش ما تعيشيش في الحاضر؟ شنو كديري في الحاضر ديالك باش كتعمري وقتك؟ شنو الامور اللي كتستفدي منها؟ جوجا جلسه في داري يعني كنقابل داري عادي. راجلي تقريبا كيبقى يومين ثلاث ايام ما كيجي لعندي وجلسه بوحدي في الدار يعني ما كيجيش ياخد يعني راجلي بعيد على الخدمه. بعيده. والديك حتى هما بعاد؟ نعم. والديك بعاد عليك؟ لا والدي في الداخل استاذه انا جيت الداخله. شوف سلمى لاله سلمى اعتبريها فرصة. هادي عرفتي فرصة ديال انه عندك وقت اللي تقدري تغتنميه كيف ما بغيتي. ربما كون كانت مشوشات اخرى حداك العائلة وحداك الوالدة وخصك تقومي بالبر ديالها وخصك تزوريها وخصك تمشي عندها وخصك توجدي ليها وخصك تعاونيها في شغل الدار. لانه راه ما يمكنش نتصوروا غير المرأة انها لما كتزوج صافي كتنسى ماماها تنسى دارهم تنسى. لا لابد من المساعدة. لابد من انه مرة كتمشي كتعاونها ربما كتمشي كتنفسي عليها في بزاف الحويجات. ما يمكنش غادي تخلي الام ديالك. اذا هنا عندك فرصة سلمى. عندك الوقت الكافي ديالك الوقت الكافي باش انه كديري بزاف الحويجات اللي غتحيد لك الخوف. شنو هي اللي غتحيد لك الخوف؟ هو انه تبني راسك. شنو كنتي كتمني؟ واخا بحالاش انت اللي غتقولي لي ماشي انا اللي غنقول لك.
شنو كنت كنتمنى كنت كنتمنى يعني انا كنت كنقرا في المستوى السادس يعني حنا في المنطقه اللي فيها يعني البنت ما يمكنلاش تمشي تقرا حيت الاحداث بعيد بزاف يعني خرجت بقيت جالسه في دارنا حتى درت 18 عام درت 18 عام انت اللي بغيتي تزوجي يعني قلتي ما قريتش شيء ما هذا صافي خصني نزوج ولد الناس انا قريت حد المستوى السادس يعني ما حطيتش لحد انني نكمل الدراسه ديالي علاش خرجتي من الدراسه ديالك حيت الاعدادي بعيد والبنت راك عارفه البنت ما يمكنلهاش انها تمشي في ترونسبور والوالديها كيخافوا عليها يعني صافي بقيت جالسه في دارنا بحال اي بنت يعني قلت لها ماما هاد الدار كنعاون ماما شوف لاله سلمى لاله سلمى كيعجبك تقراي شي شويه؟ اه كنحمر يعني القرايه كتعجبني بزاف مزيان الحمد لله اذا غتمشي سلمى تمشي لاقرب مكتبه عندكم ياك وغتاخدي شي كتيبات وغادي تعلمي نعم دابا انا مرا يعني مزوجه يعني ما يمكنليش انني نخرج فهمتي وغير بوحدي انت مرا مزوجه ما يمكنلكش تخرجي شكون اللي قال لك ما عرفتش سلمى سلمى علاش؟ الله يهديك سلمى كيفاش انه انت حيت مرا مزوجه ما تخرجيش شكون اللي قال لك هذا الامر هذا ما كنخرج ماشي ما كنخرج ولكن حد اللي ما كيكونش معايا راجلي ما نكذبش عليك انا ما كنخرجش اذا الاشكال عندك سلمى اشكال عندك شوف سلمى حولي ما امكن تقولي انا عندي هدف نعم انا عندي هدف هو ان نكون مرتاحه ونكون سعيده الشيء اللي بغا هكذاك فهمتك يا سلمى اذا بغيتي تكوني مرتاحه وتكوني سعيده كيفاش غادي نكون مرتاحه وكيفاش غادي نكون سعيده اذا ملي كطرحي هذا السؤال على راسك كيجيك مباشره الجواب ولكن راه كنخاف وما نقدرش نخرج بوحدي وتيجوني وساويس وكنخاف من هادي وما عجبنيش الحال وانا غير بوحدي في هذه المدينه وانا بزاف ديال الامور اللي كتجيك في راسك راسك وعقلك كتخليه كيفكر في هذا الجانب السلبي ما كيمشيش في جانب اخر اللي هو ايجابي شنو هذا الجانب الايجابي واللي غينفعك بزاف تجيك الوساوس بعديها بيديك ولا عود بالله من الشيطان الرجيم انا غنفكر في حاجه اللي زويونه حاجه اللي غتخليني سعيده ما نفكرش انا في هاد الوساوس الوساوس الا جيتي بقيمتها قدام الاهداف اللي غادي تحققي وقدام السعاده اللي بغيتي ديريها لان السعاده تمارس سعاده ماشي احساس كيجينا غير هكذاك راه باش يجينا الاحساس خصنا نمارسو سلوكات ضروري ما تمارس سلوكات باش يجيك احساس السعاده ضروري ما تصور واحد الخيال عندك في الفكر ديالك باش تجيك السعاده اذا ما يمكنش السعاده انت قالت هكذا وغتحس براسك سعيد وصافي غير هكذا كتنزل لك من السماء لا السعاده هي سلوك وهي فكر السعاده هي افكار وهي سلوكات تمارس اذا تجيك هاد الوساوس تقولي واخا انا غادي نفكر فيك دابا بلا تعرفي شنو شحال السعاده بيا دابا جوج 3 قل 25 ياك جوج و 35 دقيقة واخا يتسناي عليا واحد شوية حتى ثلاثة ونفكر فيك بحال هكذا بحال هكذا ديري تأجيل لهاد الأفكار حتى ثلاثة دابا عطيني هاد الوقت هذا غادي نفكر في شنو بغيت هنا غتمشي غتلقايها كتمشي كتجري ديك الأفكار السلبية وكتسنى تلجي مع ثلاثة راها كتسمع لينا الأفكار السلبية راهي إلا هضرنا معاها والله العظيم راها واحد السيدة الله يعمرها دار راه كتمشي بحالها حتى كنعيطوا ليها حنا اللي كنعيطوا ليها اذا تتحاولي تقول لها انا دابا مشغوله بشي حاجه رجعي عندي من بعد صافي كتمشي بحالها لما كتشوفك مشغوله فعلا بشي حويجه اخرين كتمشي الا شافتك غير بوحديتك كتقولوا مسكينه بوحديتها غنجي غادي نونسها شي شويه وتبقى تعطيك في الافكار وتعطيك في الوساوس وتزيدك وانت ما حديتك تقول اي والله الا بصح كتحطي راسك على خدك وكتبقي يدياتك هكا محطوطين ومغوبشه وهذا وهي كتزيد كتزيد علاش حيت هي باغا تفرحك بالنسبه لها هي باغا تفرحك باغا غير تشغلك ما لقاتك بوحدك والو ما عندكش شي حاجه اللي شاغلك اما الا قلتي لها سيري انا عندي فاش نفكر دابا غتبقي تفكري شنو ندير باش نكون سعيده اشنو غادي ندير اول حاجه غادي نجلس الى عندك الانترنت اتجلسي وغادي تدخلي الانترنت وغادي تصوري الحويجات اللي كتمني بغيتي هذا الكتاب غتكتبي وديري تحميل كتب مثلا في مجال اللي كيعجبك مجال التربيه مجال مثلا علوم ثقافيه في شي مجال معين حاجه اللي كتميلي ليها بداي بالامور اللي كتميلي ليها
مثلا تقدر يكون غير في الطبخ، يقدر يكون مثلا في مجال التجميل، يقدر يكون في فوائد الرياضة، فأنه مثلا بغيتي إما تضعفي أو لبغيتي تزيدي شوية في الوزن، يعني حسب أمور صحية كتبدأي دير الحويجات اللي كتعجبك. إلا لقيتي راسك بديتي وكتعلمي الحويجات اللي كتعجبك وكتستفدي منها وكتشبعي العقل ديالك والنفس ديالك، غتلقاي راسك بأنه راه انت بديتي خطوات وغتفرحي راسك، لانه غتلقاي بانه حاربتي الملل وغتلقاي راسك كتزيدي القدام. ثم غادي تفكري خصني هاد الكتاب نقلب عليه في الانترنت، لقيتو ما لقيتو شي غنمشي للمكتبه. اذا علاش ما نقدرش نمشي للمكتبه؟ الناس غيقولوا عليا مرات الراجل وراجلها ما كاين شي وغادا للمكتبه. دابا واش هي قولي لي سلمى، واش كاين شي واحد اللي غيقول عليك هاد القضيه هادي؟ واش كاين شي واحد اللي غادي يستنكر عليك انك ماشيه للمكتبه، هزه بنتك في البوسيت ودافعها ولا هزها في يديك وغادا للمكتبه؟ لا، انت عندك خوف من الاخر، او خوف من الاندماج، خوف يعني امور اللي كتجهليها كتخافي منها. غير جربي نهار الاول غيشدك الرعب، وانت خارجه وانت غادا كتمشي وكتحسي الناس كاملين كيشوفوا فيك وكل شيء حاضر لك الخطوه ديالك، ماشي مشكل. انت غادا كتذكري الله تعالى، تعلمي الاذكار، قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اللهم اعني، اللهم يسر لي امري، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم طمئن قلبي. هاي تدعي الله تعالى، ادعي الله الاطمئنان، وانت غادا كتقراي سوره الفاتحه. سوره الفاتحه من الاسم ديالها تفتح بيننا وبين الناس وتفتح بيننا وبين الامور، اللي تاثر عليه شي امر او شي حاجه يقرا سوره الفاتحه، اللي عنده مرض يقرا سوره الفاتحه، معروفه ما نقولوش لا سوره البقره ولا غيرها، سوره الفاتحه ام الكتاب. فاذا كتبقاي انت غادا كتمارسي اليوم هكا، هانتي كتلقاي راسك غتمشي وغتلقاي راسك انه كتستافدي وكتاخدي كتيبات تعجبك، وغتلاقاي ربما من بعد شي صديقه ولا صاحبتك ولا جارتك وغتنسجمي. خصك غير شويه الوقت وتامني بالتغيير، امني بانه غير الوساوس اللي جاتك راه ماشي حيت انت تعيسه، لا حيت انت خليتي لها الفرصه. غتجيك هذيك الفكره ثاني تجي عندك تدق عليك مع ثلاثه، ياك درنا معاها مع ثلاثه غتجي تدق عليك تقول لها عرفتي شنو، اسمحي لي هذا النهار ما نساليش حتى العشيه ولا غدا الصباح عاود ارجعي. غادي تبقى كتجي عندك كل ساعه الوقت اللي درتي معاها حتى غادي تيأس وما بقاش ترجع، تقول لك انا ما لقيتش بلاصتي ما نبقاش نرجع عندك، ما كتستقبلينيش ما غنرجعش عندك. وهكذا تعاملوا مع نفوسكم كانها نفس اخرى، حطوا نفوسكم قدامكم كانها شي اوبجي، شيء من الاشياء، وانتم كتمليوا عليها امور. ما تتعاملوش مع نفوسكم كانها شيء اللي تقل عليكم وحطكم في واحد المحنه، لا، غتهز راسك وتخيل راسك كانك كتهز نفسك ومشاعرك وكتحطها قدامك كتقول مالك، شنو عندك، شنو بغيتي، شنو خصك، وكتبدا تهضر مع راسك، كتمارس هاد الثيرابي هادي غير مع راسك. نسال الله تعالى الخير والتيسير. مرحبا، ناخذ معنا مكالمه اخرى. معنا لاله رشيده من تماره. الو، السلام عليكم. هذا السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لاله رشيده. ربي يخليك. اولا اشكرك بزاف اختي عزيزه على هذا البرنامج. الله يبارك فيك العزيزه، ربي يخليك. الله يكرمك دائما. اهلا اختي. الله، شكرا على دعواتك. ربي يخليك. طلبت منك بزاف الحوايج. لا اله الا الله، شكرا. مرحبا اختي. انا استاذه متقاعده، عندي 55 سنه من عمري. ما شاء الله، تحيه ليك، تحيه اجلال واكبار ليك. مرحبا لله. ربي يخليك. وعندي ثلاثه بنيات صغيره، عندها 18 عام. ايه. الحمد لله ما عنديش مشاكل كبيره، الحوايج العاديين وصافي. الحمد لله. لانني كنعاني شويه من الارق وعندي نقص من فيتامين دي. هذا اكتشفته هذه شي ثلاث شهور. ايه. شحال عندك لا فيتامين دي؟ نعم. شحال عندك لا فيتامين دي؟ لقيت سعود. والمهم خديت دابا تخدمه 3 موا، باقا عاد غندير الصحه حاليا ماشي شهر. وهذا الحمد لله هادشي اللي كاين، وكبغيت شي نصائح من عندك. اي واخا، مرحبا. وكنحبك في الله. احبك الله، احبك الله الذي احبسني فيه. شكرا لك لاله رشيده، ربي يخليك. ايوا كديري شي نشاط اخر؟ انا غنتكلم لك على النصائح الصحيه، ولكن بغيت نسقسيك واش كتعجبك شي حاجه كديريها دابا، ولا مكتفي انه كتلقاي ذاتك غير مع وليداتك ودارك؟ باغا ترتاحي بعد سنوات من العمل. الرياضه، كنت دخلت في لاصال، كنت خدعت من حدا رجل و مزيان. الله يعطيك الصحيحة لاله رشيدة، نجاوبك إن شاء الله. مرحبا، شكرا لتواصلك. شكرا لاله رشيدة، مرحبا. مزيان الإنسان أنه يهتم بصحته في جميع المستويات والمراحل العمرية ديالو،
والاشكال كاين عندنا نقص في الفيتامين دي عند النساء بالخصوص، حتى الرجال لكن النساء ربما اكبر واكثر. هنا للاسف حنا عندنا يعني الحمد لله في المغرب عندنا الشمس، عندنا الهواء زوين، عندنا بزاف ديال الامور بغض النظر بين قوسين على بعض المدن اللي كتعاني من التلوث. نتمنى انه نخرجوا ان شاء الله تعالى من هذا الامر ونكتفوا جهدنا باش نخرجوا من هذا الامر ونتفادوا المشاكل الصحيه اللي ناتجه على التلوث. نقول الحمد لله في عموم المغرب الحمد لله الجو ديالنا معتدل، الجو رائع، تنخرجوا المدن المجاوره، تنخرجوا المدن في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، ولله الحمد لي مدن هي رائعه من حيث الهواء ديالها والجو. اللي غنصحك باش انه تعوضي هذا الجانب هذا ديال لا فيتامين دي اللي عندك نقص فيه، اذا التعرض للشمس ضروري، ما تعرضي للشمس يدياتك رجلاتك، تخرجي طلعي مثلا للسطح اولا الا كنتي خارجه اولا هذا، طلعي مثلا للسطح وتحاولي تكشفي على يدياتك ورجلاتك، وكتستخدمي منه لا فيتامين دي في الاوقات اللي كتكون ماشي اوقات اللي كتكون فيها الشمس عموديه، يعني مثلا قبل 11 ديال الصباح ومورا 3 ديال العشيه، باش ما كتعرضيش للضرر ديال الاشعه الفوق بنفسجيه والاشعه اللي كتكون عموديه من الشمس. ثم كتعتمدي في التغذيه ديالك على مثلا على الافوكا، على الزبده بلديه، الزبده بلديه راه غنيه بلا فيتامين دي، وكتحاولي ما امكن انه كتاخدي بالموازات الكالسيوم. الكالسيوم ننصحك مثلا بالجنجلان، جنجلان واحد المعلقه صغيره ديال الجنجلان في اليوم او لجوج المرات حسب الا ما عندكش. هو عموما فيه دهنيات لكن دهنيات هي دهنيات نباتيه ما كتسببش الكوليسترول او لا شي حاجه. اذا الجنجلان هو الى غيش اون كالسيوم اكثر من الحليب، يعني فيه ثلاث اضعاف ديال الكالسيوم. كذلك بطبيعه الحال غادي تشوفي في نفس الوقت مجموعه من الفيتامينات الاخرى اللي كتكون حينت الفيتامينات كتعمل في واحد السلسله من الانسجام بيناتهم. فلما تنقولوا عندنا نقص في هذا الملح المعدني راه تيكون مثلا نقص في الحديد، خصنا معاه لا فيتامين سي. اذا سناخذوا الحديد وسناخذوا معاه لا فيتامين سي باش كيدوز مزيان في الدم. كذلك مثلا لما تيكون عندنا نقص لا فيتامين دي خصنا معاها الكالسيوم باش كتثبت في العظام، وهكذا. اذا كتحرصي على انه تكون عندك ثقافه ديال التغذيه. انت الحمد لله الان دابا عندك الوقت تحاولي ما امكن تدرسي شنو هي الفيتامينات والاملاح المعدنيه والدهنيات والنشويات والسكريات كاملين اللي كيحتاجها الجسم بمقدار معين، وكل حاجه كناخذوا لها واحد نوع من الثقافه. 100 غرام ديال هذه فيها مثلا هاي النسبه ديال الكالسيوم اللي فيها، هاي النسبه ديال الحديد اللي فيها، شيء اللي هو متاح ماشي شي حاجه اللي صعيبه، كتجي مع التداول ومع المداوله. اذا كتحاولي ممارسه الرياضه المشي بشكل كبير جدا مساعده تفادي الامور اللي كيكون فيها الضغط باش ما تعرضيش للكسور، باش ما تعرضيش للكسور. ريتما انه كتثبت لا فيتامين دي عندك في الذات ديالك وفي الجسم ديالك. كنت الله تعالى لك الخير وتيسر. ممكن تمارسي مجموعه من الامور، الشمس ديال الصباح ديال الشروق هي مهمه جدا، الهرمونات ديالك خاصها تكون قاده، يعني الارق اللي كتعاني منه هو سببه مجموعه من الامور، قد يكون اختلال في الهرمونات، قد يكون انه الساعه البيولوجيه ديالك ما مقاده شيء، يعني خص يكون عندك فياق بكري ونعاس بكري باش تقاد لك الهرمونات، لانه الغده الصنوبريه اللي هي كتحكم في الهرمونات السيروتونين وغيرها، فهاد الغده الصنوبريه عندها علاقه بالشمس، الشمس كتاثر على الغده الصنوبريه. الميلاتونين في الليل لما كيتفرز خاصك باش يتفرز خاص يكون ظلام، اذا الله تعالى جعل لنا ان الليل سبات، بمعنى انه تيبدا الليل من المغرب وما كيعم الظلام مع العشاء. نحاولوا ما امكن الضوء بالليل ما نستعملوش الضوء نهائيا، الا قدرتي تستعني بشموع، تقدري تستعملي مثلا حتى الا كان الضوء يكون غير في قلب الدار ما يكونش شايف الغرف الاخرى، باش يلاه الجسم ديالك كيتهيئ. ثم كتشربي واحد الكويس ديال الحليب، تيكون فيه واحد المعلقه ديال العسل الحر اللي تيساعدك على انك تهدني، اولا ياغورت اولا الريب البلدي حتى هو مهم جدا، كيغديك بالكالسيوم خصوصا بالليل وكيساعدك على ان تثبت عندك لا فيتامين دي. وبعد ذلك غادي تلقاي نفسك كذلك حتى هرمونات كتقاد، وان شاء الله تكوني بصحه جيده. مرحبا.
ناخذ معنا مكالمه اخرى. معنا لالا دنيا من دار البيضاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معك شكرا بزاف على البرنامج ديالكم. الله يبارك فيك. الله يخليك. ربي يخليك لالا دنيا، مرحبا بك، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك حبيبتي. الله ربي يخليك. تفضلي لالا. دكتوره، يعني بغيت نقول لك اللي عندي انا واحد المشكل اللي كنعاني منه بزاف، يعني غير حاجه اللي هي بسيطه كتخليني انني من داك النوع اللي حساسه. علاش؟ اي حاجه كتاثر فيا كيف كيف كيفرح. خاصني ضروري نبقى نفكر ونبقى نقلب على شي حاجه اللي هي فرحتني، يعني شي حاجه اللي فرحتني كنبقى نقلب على شنو اللي فرحني، كلمه ولا يعني شي حاجه شي حاجه تفوزك نعرفها وتفرح فيني ولا ما تفرح فيني. لك نوعية نقلب بزاف لدنيا. واش كتقلبي على هاد الكلمه في وجوه الناس عند الناس ولا كتقلبي فيها مع ذاتك؟ كنقلب مع ذاتي. مزيان، رائع. اذا انت حساسه لتصرفات الناس. مزيان. واخا السن ديالك لدنيا؟ عندي 24. كتشتغلي خدامه؟ مزيان. كتمارسي شي حويجات اللي كتخليك مرتاحه؟ كتخليك عندك ذاتك ديرك لدارك كبير؟ مرة ما كاينش انتظام. نجاوبك لالا دنيا، مرحبا مرحبا. الله يبارك فيك. باش نحسو بساعتنا وباش نبعدو علينا كل طاقة سلبية وباش نبعدو علينا جميع الأفكار السلبية اللي من ضمنها أننا تنكونوا حساسين تجاه الناس، كنكونوا دائما تنستقبلوا ما هو سلبي من كلام الناس، من تصرفات الناس، وكتأثر فينا بواحد الشكل كبير. خاصنا نحلو محلها واحد طاقة إيجابية، طاقة إيجابية، ونديرو علينا واحد الهالة، هالة حول ذواتنا. هاد الهالة اللي كتكون هالة مانعة، واحد الحصن من الهالة. كيفاش كتقوى عندنا الهالة في الجسم ديالنا؟ الهالة كيكون مصادرها ومصدرها هي الشكرات ديال الجسم، شكرات السبع اللي عندنا في الجسم ديالنا. شكرات السبع، هاد الشكرات باش كتغدى وباش كتنفعنا؟ كتغدى من الطاقة الكونية، من الطاقة الإلهية، كذلك كتغدى من انسجامنا مع ذواتنا، كتغدى من الخير اللي تنديروه مع الناس وفي المجتمع. لما كنديروا الخير راه ما تنديروش الخير غير من أجل الآخر، راه كنديروا حتى من أجل ذاتنا، باش ذاتنا تتلقى التوازن ديالها، باش ذاتنا كتكون راضية علينا، وباش كذلك الله عز وجل ترضى علينا. لما ترضى علينا سيدي ربي تنحسوا حنا بالاطمئنان وبالراحة، وكنبعدوا علينا الطاقة السلبية. شنو هي الطاقة السلبية؟ هي طاقة الشيطان. طاقة الشيطان هي طاقة سلبية نارية. فإذا لما تندخلوا حنايا في هذا الباب ديال الإشباع الطاقة ديالنا الإيجابية من خلال إشباع الشكرات السبع اللي عندنا في الجسم ديالنا، تلقوا بأنه العطاء كنستافدوا منه، العطاء تيولي عطاء إيجابي. اللي خصنا هو أنه لما نتعاملوا مثلا مع شكرة الضفيرة الشمسية اللي عندنا في البطن ديالنا، هاد الشكرة اللي كتغدى من خلال الثقة بالنفس، كتغدى من خلال أننا نبنيو نفوسنا، نعطيو لنفوسنا مجموعة من الأمور. كيف ما قلتي كتبحثي على كلام إيجابي، على كلمة اللي ترضيك. خاصك تبحثي على كلمات اللي تكون موجودة محضراها أنت أصلا عندك، تكون عندك واحد الباجاج ديال واحد الرصيد ديال كلام ايجابي اللي محطوط قدامك. شنو هو هذا الكلام الايجابي ومنين غتجيبيه وكيفاش غتجيبيه؟ كندربوا عليه، تنصيغوه لما نجلسوا في جلسه ذاتيه مع نفوسنا. تعلموا انه في البيت ديالكم ديروا واحد الوقت خاص بكم يحترموا الجميع. الله يخليك، انا نجلس واحد السويعه نجلس نصلي فيها، نجلس من بعد بغيت نقرا فيها القران نقرا فيها، بغيت نذكر الله تعالى شي شويه غنذكر، وبغيت نجلس كيف تنقولوا حنا المغاربه نتصنط لعظامي. هنا كتصنط لعظامك، كترتاح من خلال انه كتستحضر كل ما هو جميل، كتتامل، كتدخل في واحد الحاله ديال التامل، حاله ديال التامل للكون، حاله ديال استقطاب كل ما هو ايجابي عندك في حياتك. كتبدا تذكر نفسك
فيها هاد الايجابيه وفيها هاد الايجابيه وفيها هاد فيها هاد الصفه وفيها هاد الخير وفيها الحمد لله عندي هاد النعمه، عندي نعمه البصر، عندي نعمه السمع، عندي نعمه دقات القلب، عندي نعمه الحركه اليد، عندي نعمه الحركه الرجل، عندي نعمه التفكير، عندي نعمه حمد، عندي نعمه اللسان، وحمد الله عندي. كتستحضر النعم اللي عندك كامله وكتبقى كتحفظ هاد الامر، وقت ما جاتك شي فكره سلبيه كتردها بفكره ايجابيه، كتردها بالافكار اللي عندك على ذاتك. الناس كيعتقدوا انك انت خايب، انت ماشي مزيان، انت شرير، كتقول مع نفسك انا طيب وانا ربي سبحانه وتعالى عارفني طيب، وانا تنبغي ندير الخير وما تنبغيش نادي الناس، وانا مزيان وانا كذا وانا كذا وانا كذا. دائما تتهزوا معكم هاد القفيفه هادي، هاد القفيفه ديال الافكار الايجابيه ديالكم، وكتهزوها معكم في اي مكان. صورتكم على ذاتكم تكون صوره جميله، تكون صوره جميله. ثم الى لقيتوا في نفوسكم عيوب كتقول انا هاد العيب انا متقبله، ولكن هاد العيب انا غنسعى انني غنغيره. كيفاش غنغيره؟ ما نكرهش نفسي، ما غنألمش نفسي، ما غنجلدش ذاتي ونفسي، ولكن غادي نعوضها وغنجعل هاد الامر هدف. اذا انا مثلا تنكذب غندا ندير لانه خصني انايا بغيت نكون صادق، نكون انسان فيه الصدق، نكون فيه الصدق مع ذاتي اولا، نكون واضح مع نفسي، في هاد الحويجات زويونين وفي هاد الحويجات خايبين، نطلب الله تعالى انهم يزولهم عليا بقدره الواحد الاحد. وهكذا كتبقى هز معك هاد القفيفه، وقت ما شي واحد اذاك كتهز كتفتح ديك القفيفه وكتبدا تجبد منها هاد الصفه وهاد الصفه. شوف يقولوا عليك الناس مسطي، يقولوا عليك حماق، جلس سيدي نتايا بديرها بشكل كانه كتجبد شي حاجه من شي بلاصه. اللي بغى يقول عليك شي حاجه يقولها. هذه امور كتدخل في مجال تطوير الذات، في مجال السمو بالنفس، في مجال تزكيه النفس اللي امرنا بها الله تعالى، وكتبقى كتكلم مع ذاتك، وكتبقى كتزيد بنفسك الى مجال، وكتدخل في نفسك وفي واحد الحاله وفي واحد الهاله من مجال ديال الارتياح، وكتامل في ملكوت السماوات والارض، كتخيل البحر، كتسمع الامواج، كتخيل الغابه، وكتشوف الاشجار، وكتشوف الثمار، وكتشوف الالوان الخضراء، وكتشوف المياه، وكتشوف التراب، وكتشم رائحه الكاليبتوس، وكتشم الروائح الياسمين، وكتدخل في واحد الهاله من الارتياح، تدخل في واحد الهاله من التخيل والتصور، حتى كتشبع منها، وانا ذاك تخرج وانت في كامل الحمد لله تعالى، في كامل الهدوء النفسي، في كامل الارتياح والرضا عن الذات. شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقي يوم الأحد في برنامج سيدة النساء على الساعة 10 صباحا. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.